هذا خليه ال... نورك يا فهمتك صافي خليك مشينا لايف مشينا لايف مشينا لايف مشينا لايف سير يلا سير لايف باش هضره وحده اللي قلت سير لايف احنا على المباشر يلا بابا با احمد ولا شي يقولوا لك شي يقولوا لك با احمد بابا 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 باش بابا احمد هو دابا هو اللي كيسولوا انا كنجاوب راه مزيان عاود ليا انا اللي صيفط الله يعطيك الرضا المغربي نقولوا لك انا بحال مراسيل وانا كنوضح للجمهور الله يحفظك الجمهور مسقطني عندكم وانا كنوضح للجمهور المغربي هذا الكلام هذا اللي كنقول قدام هاد الناس وقدام العالم وانتم كتعرفوا حريوده كتجي من الاخر وما كتكذبش وشوف اقسم لك بالله العلي العظيم وهذا الصيام اللي في امي راه الكلام اللي قلتو دابا راه هو اللي كاين اصلا قلتو على نزار حكا وراكم شي دولار ولا ما نعرف شنو هو هذاك فيه مليون ياك 10000 درهم ديالك الاغنيه اللي طلعت لا 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 انا نكذب الخبر انا نكذبه بوجهي مكشوف هذيك 10000 درهم من خوت راه كانت عند نزار كنا غنشدوها في 23 في الشهر ياك هي اللي كانت خارجه ملي مشينا للبنكة باش نتيريوها كان عند مشكل عند نزار ما تيريناهاش ما تيريناهاش وبقات عندهم منين تخاصم هو وناداو وقع نقاش بيناتهم مشى فحالو صافي مشى تما بقى هو عنده ديك 10000 درهم هذا الشيء غير تمثيل كلشي كلشي تيدير غير تمثيل نزار الان دابا شنو لا لا نزار نزار بصح مخاصم هو ونادى قالها راه شوف اقسم بربي رب العالي العظيم اللي احسن مني وحسن منكم شوف نزار بصح نيت مدابز مع نادى حقا ياك بقاو تفكروني حيت كان عيا الملولي والباقيه الملولي والباقيه باغيين غير يديروا البوز على ظهر نزار وباغيين غير يدخلوا الادزن شفنا الاغنيه اللي خلال. منهم حتى حنا ماشي انا هضرت على الملولي زعما هو اللي باغي يدخل الفلوس حتى حنا ملي كنهضروا على المواضيع كندخلوا الفلوس باش ما ينتقدنيش واحد ولا يقول الملولي حكا حريوده راه كنوقرك وادي انا كنهضر في الواقع كيما بغيتي انت تدخل الفلوس حنا كندخل الفلوس انتوما بعدا ما كتكذبوش على الجمهور حنا مثلا انا ما كنكذبش على الجمهور المغربي البارح قال واحد الكلمه ديال انه كيحترم الام ديالها حتى انا كنحترمك الملولي حتى انا كنحترمك عندك شي ملاحظات اي الملاحظات شنو هما انه يعني هذا الشيء ديال كنتي كتبقى معي الدري عادي عادي انا كنبقى بحال ماما غنهضر معاه الا دار شي حاجه تافهه كنقول ليه اسكت ما ديرش هذيك الحاجه عادي بحالو بحال بنتي كيما كنقنع بنتي كنقمع ياك نعم. كيما كنقمع بنتي كنقمعه هو نعم شنو رايك في الاغنيه اين اغنيه هذه اللي داروا جديده نزار وكيعير فيها اللي كيعير فيها البهلولي انت سجل نزار شفت شفت هذيك الاغنيه على بنتك اش تقولي على ديك الاغنيه ماشي مشكل كلشي داخل في البوزني ما تروحوش ما سمعتهاش مزيان خصك تسمعي تقول لي يهمك لا شوف تقول لي بنت خميسات ياك ديت بنت خميسات شنو تيقول في الاغنيه كيقول لهم بان المهم ديسك بنت الخميسات راه كان كيبغيها وكذا ايوا صافي اسمع با احمد اش كيقول لهم في الفيديو ياك تيقول لهم في الديسك اش يقول لهم قال لهم ديت بنت الخميسات كنت كنبغيها ياك بحال هذا الشيء وعادي وزيدوا هذاك الاغنيه عجبتني مزيان صدق فنان ها راجل بنتك صدق لا عجبتني غير فهاديك الموسيقى ديالها وفهاداك الشيء ولكن اقسم بالله العظيم ما سمعتش الكلمات ديالها باش نقول لك عجبتني ما عجبتني يلا كنسمع هذيك ديت بنت الخميسات صافي البارح سمعنا واحد كان واحد الخروج البارح واحد اللايف وتسمعوا فيه واحد الاوديوات كي الملولي كيسمع فيه الاوديوات التسجيلات ديال نادا كتعاير فيه وكتسبو كتسبو بالشذوذ هو شنو هو الشذوذ؟ يعني انهم مثليين بجوج حيت كيكونوا بجوج هادي وهادي الشيء تنسمعوا حتى حنا كنسمعوه هي كنسمعوا حتى انا تيقولوا هكا هما بجوج ياك بحال مصاحبين حتى انا هي كنسمعوا ولكن الهضره غتبقى هي هضره خاويه فهمتي غتبقى غير هضره خاويه ما يمكنش هذاك راجل وهذاك راجل فهمتي يعني كما كنهضر في الواقع كنبقى بينوا لي علاش ما كتفهميش صافي لا لا هي بالطريقه لا هي هي كتسمع الناس في هذوك لي كومونتير كنسمعوا الناس كيبقاو يقولوا لي انا هذا راجلك مشى فحالو كون دار في الخير يمشي غير عند امه ها هو الناس كيقولوا لا واحد كان هذا شاده على امه شاده على امه انا هذا تخاصم هو وياها ومشى لاكادير ومشى فحالو ها هو ما مشاش لاكادير كان عند الملولي قالوا راه يعني جاو دارهم جا خوه وجاو داكشي لكازا باش يديوه وما بغاش يمشي معاهم وخوه دائما كيهضر معنا هذا اذا ما بقاتش بنتك هي اللي شاده الا نجاوبك على السؤال اللي قلتي الملولي دار الفوكالات كيسمعهم للناس ايوا خويا الملولي انت سمع انت صيفطي غير الفوكالات ديال بنتي كتسمعهم ونزار ملي كيسب بنتي لا بنتي جهنم ونزار جنه لا بجوجهم بحال انا راه ما نجيت على واحد وما كيعطيني حتى شي واحد بجوجهم بحال شوف نادا كتسبو بكلام ساقط ونزار حتى هو ما ساهل كيسبها بسلام قا
ساقي طول ما هو غيطلع لي السكر ما نبقاش نعرف غنغيب. حنا عارفين ما كتجيبيش الروطار. لا ما كنجيبش الروطار وما تنكذبش اقسم بالله العظيم هذاك الشيء اللي هنا في القلب تنقول في فمي. مروان السبيطي مالو؟ مروان السبيطي مروان وملولي ونادى والشكوحه. سكوت انا نجاو انا نقول لك عندك الشكح اخوه، عندك نادى حسي، عندك ملولي، عندك نزار مسمات محمد سبيتي، عندك مروان، عندك الام ديالو، عندك انا حريوده ماشي نسميهم هذا ونخلي راسي تا انا حريوده. كلشي الكبيدات كنديروا هادشي باش كناكلوا طرف الخبز لا غير لا اقل لا ولا دل. حنا كاملين تا حريوده زايده معاهم الكبيدات كنا كنديروا هادشي باش الكبيدات كناكلوا طرف الخبز وصافي. اجي نقول لك هادشي اللي كاين بالنسبه للطلاق دابا الدفع الطلاق دفعته وقدر واش كاينه شي 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 فكره انه ممكن انكم تراجعوا على هذا القرار ولو الحمل لانه باقي مشكوك. لا لا الحمل باقي مكشكوك اونتر بارونتيز ما كاينش الحمل باقي ما عرفناش دابا اونتر بارونتيز ما عرفناش واش اه ولا لا. واش انت ما كتفاهميش مع العائله ديال موين نزار؟ لا لا ما عندي علاقه بهم انا كنبقى هما اتصال بيناتكم ولا قاطعا؟ لا اصلا لا لا اصلا من نهار كنا عندهم اصلا هما ما عطاونيش النمره انا ما عطيتهمش النمره. احسن غير هكاك وصافي ماشي على مالك احمد لا ماشي على شي حاجه ماشي على شي حاجه. شوف شوف انا هذوك الناس عليا افتقار وهما عليا افتقار. يعني نتزوجها ونصدق راجل. شكون شكون بمن 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 تزوج؟ بمن بنتك؟ لا لا انا بنتي ما بقاتش تزوج حتى بشي واحد. نيشان ابو احمد شوف راه الوجه المكشوف ماشي الكذوب. نيشان ما نرجعوا خلينا في موضوعنا. يعني اذا هذا الشيء الناس كتطلب الناس. انت تصور انت بقيتي راه ما نصورش دابا راه غندخل راه عييت. لا وكان عليك الدخل كان عليك الدخل ادريس كان عليك الدخل صافي معيودة نرجع معاك دائما والناس راه معنا على المباشر. اذا هذا الشيء كامل ادسنس الناس كتقلب على الربح. كلشي خصي عاوتاني نوضح لكم الكبيدات. شوف راه ماشي اشوف شوف نقول لكم الكبيدات راه ماشي حتى حنا وراه حتى هادو اللي واقفين معنا كلشي كيدبر على الصرف كلشي خدامين. هذه خدمه هذه الخدمه ديالو ها هي باش نوضح هي باش نوضح الناس كلشي اذا هياك خدامين على راسكم صافي. لا 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 حنا راه منا حجه منا زياره صافي حنا منا الليفي منا تنبغيو نوصلوا حتى الحقيقه للجمهور. ايوا صافي هادشي اللي بغيت نوصل شي شي واحد الدقيقه شي انت ولد بنتي بنتي وبنتك الله يحفظك شي بنت تقولها ما تقدرش توصل للجمهور المغربي عزيز عليا عزيز عليا وكنشوف شنو كيدير والله العظيم. سمعتيني قول ما تبقاش تهضر مع ذاك صوفيا طاروني ذاك الكبار. لا لا واخا هكاك كيضريف ما عمرو كيقول شي حاجه كيقول المصداقيه ديالك. علاش؟ الجمهور المغربي تيقولها لي وما نعرف والله ما عرفت انا كيهضر معنا ما كنبغيوش. يعني هاد هاد الشيء اللي دخل اللي وصلتوا فيه دابا يعني ولا فيه الاعراض ولات فيه المسائل غير بالنسبه لنا غير للتوضيح والجمهور باش يفهموا. ماشي ذاك النهار من اللي كنا حاضرين معاكم لا في المستشفى ولا هذه راه كان نزول عند الرغبه ديالكم واتصالات ديالكم. اتصلت بنا نادى عيطت بالقناه شفت باش غطيو هذاك الحدث اللي واقع عليه والمشاكل اللي واقع عليه. اذا حنا ملي كنجيو الان ولا ملي كنجيو كنديروا خدمتنا حنا كنديروا خدمتنا في اطار متابعه ديال واحد الانسانه اللي مؤثره صافي. كنشوفوا راه مؤثر بصح الناس ولا هي ولا صديقي هذا موضوع. وكنشكر انا الناس والله العظيم كنشكر الناس منين شافونا هذا مريضه اقسم لك بالله العلي العظيم الى الباب ديالنا ما كيحبش ما كيحسبش ما كيحبش من الدقات وشي طوموبيلات هانا ها الجيران من الراس ديال الدرب حتى للراس ديال الدرب الطوموبيلات واقفين حتى لهنا كيجيو باش كيديروا معانا. كيبغيونا وكنبغيوهم والله العظيم وكنعتذر وكنعتذر الله يسهل عليكم الكبيده تنعتذر نيابه على نادا الا كانت مره كتخسر الهضره كنعتذر كتبقى برهوشه كتبقى دريه صغيره ولكن حتى هي كترد على الله يسهل عليكم تترد حتى هي كتمرضوها الله يعطيك الرضا وكترد حتى هي على راسها هذاك تيعاير وهي كتعاير وصافي كل ما قلت لكم الفيلم هذا وراه هذا مسلسل بان ليا ياك فوق تيسالي اختي تيخرج رمضان تيخرج رمضان تيخرج رمضان وغيدبروا لكم ثاني على شي مسلسل. بارك الله عليك الله يستر الله يلا الله الله يبارك فيكم اخويا الله يحفظكم. الرساله اللي قلتوا لي انا الله يحفظك اخويا الله يبارك فيك انت راه موف ديال ديالي اختي حاولي ما تخسرش الادوية في الادوية الهضره راه تبغيكم الجمهور الله يحفظك. سلام عليكم مضيقات النساء ما تبقاش تدخلهم معاهم صافي طاروني وديك خيته ولا ديك الطاويه هما رجال وتيردوا راسهم بناس راه ما تنبغيوش وتهضر مع من ما بغاش صافي باي باي الوالدي شحال من واحد مشجع على الطلاق طلاق الله يحفظك الكبيده الله يحفظك باي باي مشجع على الطلاق مشجعين كلشي باغينا لا صوفيا لا ديك الاصدقاء لا ما نهضرش انا ما نهضرش على دوك لا ما بيناتهم بيناتهم فهمتي بيناتهم تيبقاو غير كيهضروا داك التخربيق ولكن القرار كيرجع لنادى ونزار فهمتي نادى تعصبات منه على الافعال خصوصا على واحد الموضوع هو اللي جعلنا باش مشينا دفعنا الورقه ديال الطلاق عند الاستاذه هي داك الموضوع ديال اللي كان جالس معاه وقال لي ضربت الغار ولا ما نعرف شنو هذاك الشيء بحال هكا ياك
كلمتك اخيره للجمهور. كلمتي الاخيره للجمهور كنقول لك كنحماق عليكم وكنموت عليكم، ودائما اي حاجه كانت زوينه ولا خايبه اقسم بالله العلي العظيم غنبقى نقولها لكم حريوده على المباشر، وما كاينش كذوب، ونموت عليكم. وكلشي داير البوز، كلشي كلشي العالم ديال اليوتيوب كلشي داير. شوفوا العالم ديال اليوتيوب كامل والادزنس كامل من ا حتى لزيد كيسترزق الله، هادشي اللي كاين. ونحماق عليكم، باي باي. سختيني على المسخوط، راه طيح طيح لي السكر. شكرا لك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. الصراحه ديالك الله يحفظك اخويا، الله يحفظك الكبيده اللي لقيتك. شكرا على هذا الكلام، شكرا. مازال غادي يكون عندنا معاك لقاء الجديد. اخر سؤال، هلا طلقني راسك. لا كلشي مزيان، الامور مزيان الحمد لله، صافي الامور مزيان وكلشي بخير على ما يرام. الحمد لله، الف شكر، يلا باي باي. العفو اخويا، العفو.